الآن كيقرب يسالي تسالي القمة ديال الاتحاد الإفريقي. هذه قمة اللي مهمة جدا، كتنعقد في ظروف خاصة وعندها كان عندها نتائج مهمة. أول شيء هي أن هذه أول قمة عادية كتنعقد ماشي بطريقة حضورية، وهذا كنظن شيء إيجابي بالنسبة لإفريقيا على أن مؤسساتها وأن آليتها يمكن لها تشتغل حتى في ظروف صعبة، وبأن القمة رغم بعض المحاولات لتأخيرها انعقدت بشكل طبيعي. النقطة الثانية، هذه القمة هذه كانت مناسبة لجديد هياكل الاتحاد الإفريقي، وهذا كذلك عنصر مهم. وكانت هذه القمة هي كتنهي الرئاسة ديال دولة جنوب إفريقيا الاتحاد الإفريقي. بالنسبة للمملكة المغربية، فأول شيء في هذه القمة كان هو طبيعة الحال القضية الوطنية. والقضية الوطنية بحال القمم الثلاثة العادية الأخيرة ما تذكرتش لا في التقارير لا في القرارات، وهذا كيأكد التوجه الجديد لعند الاتحاد الإفريقي اللي كيأكد بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية على مستوى الأمم المتحدة، وبأن الاتحاد الإفريقي وفق القرار 693 اللي كانت خاد في يوليوز 2018، هو هذا القرار الاتحاد الإفريقي دوره هو مواكبات ودعم المجهود الحصري اللي كتقوم به الأمم المتحدة في إطار اختصاصتها. كانت محاولات مرة أخرى لإقحام القضية الوطنية، وشفنا تصريحات لبعض المسؤولين ديال الاتحاد الإفريقي بأن غيكون ترويكا وغتكون مجلس الأمن والسلم، وفعلا كانت هذه المحاولات ولكنها لم تنجح. ما انعقدتش ترويكا وما انعقدش مجلس الأمن والسلم لأن الدول الإفريقية اليوم واعية بأن استغلال الاتحاد الإفريقي لأجندات ما عندها علاقة بمصلحة إفريقيا ما بقاش مقبول من الدول الإفريقية. وبالتالي فهذه القمة هذه كتكرس هذا التوجه اللي عند الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة نحو عدم استغلال عدم استعمال الاتحاد الإفريقي وآلياته ومؤسساته لإقحام إفريقيا في قضية هي من اختصاص الأمم المتحدة. النقطة الثانية اللي كانت مهمة بالنسبة للمملكة المغربية، وهي يعني في الوقت اللي الموضوع الأساسي كان هو جائحة الكوفيد، كانت مناسبة للتأكيد على المقاربة جلالة الملك محمد السادس لمواجهة جائحة كورونا سواء على المستوى الداخلي أو في إطار التضامن مع الدول الإفريقية. يعني المملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك كان عندها دور رائد سواء في المرحلة الأولى من خلال كل الدعم اللي قدمته المملكة المغربية للدول الإفريقية فيما يخص المساعدات من حيث الأجهزة الوقاية والأجهزة الطبية، بحيث كانت واحد يعني 21 دولة بالإضافة للمفوضية الاتحاد الإفريقي استفدوا من هذا الدعم ديال المغرب، يعني سواء الكمامات او الجال او هذا المغربيين اليوم كاينين تقريبا في كل الدول الافريقيه وكتستعملهم حتى الموظفين ديال الاتحاد الافريقي. المغرب كذلك وفق مقاربه جلاله الملك هو الدوله الافريقيه الاولى اللي اعلنت على عمليه تلقيح واسعه واللي كتهم المواطنين المغاربة ولكن كتهم الأجانب المقيمين في المغرب بما في ذلك المواطنين الأفارقة الموجودين في المغرب. والمغرب كذلك تقاسم مع الدول الإفريقية التجربة دياله سواء من حيث مواكبة الجائحة مواجهتها. والمغرب كذلك هذه العملية ديال التلقيح مستعد يتقاسم التجربة دياله حول كيفاش يعني التخطيط لها وكيفاش القيام بها وكيفاش التعامل معها من تبدا دول إفريقية أخرى عملية تلقيح واسعة كذلك. فكان هذا عنصر أساسي
كذلك في المشاركة المغربية. العنصر اللي كان كذلك مهم هو مسألة الإصلاح المؤسساتي، وشفنا بأن هذه القمة تميزت بإعادة انتخاب وإعادة جديد هياكل المنظمة. المغرب كيعتبر بأن هذا التجديد هذا كيمشي في الاتجاه الصحيح نحو خلق من احترافية أكثر، نحو خلق بلوس ديتيك في العمل ديال الاتحاد الإفريقي، وكيمشي هاد الانتخابات اللي كانت البارح كتمشي في إطار جديد في إطار الاستمرارية، بحيث من 8 المناصب 6 تم الحسم فيهم أمس، 2 غيبقاو للقمة المقبلة، ومن داك 6 4 تم تجديد الثقة فيهم اللي هما الرئيس موسى فاقي، وهذه مناسبة باش نهنيوه، اللي هما كذلك المفوضين المكلفين بالفلاحة من أنغولا، المكلفين بالبنية التحتية من مصر، كذلك فيما يتعلق بالمفوض المكلف بالشؤون الاقتصادية من زامبيا. كانوا 2 ديال جداد، واحد مكلف بالأمن والسلم من نيجيريا، والثانية هي نائبة الرئيس المفوضية اللي من رواندا. فكان هناك تجديد ديال الهياكل اللي كيعتبروا المغرب كيمشي في الاتجاه الصحيح، لأن المنظمة غتخلص من مفوضين ولا من كان كيستعملوا المنظمة لأجندات ما عندها تعلق بالاتحاد الإفريقي، ما عندها تعلق بمصالح إفريقيا وحتى القرارات الاتحاد الإفريقي، بحيث بحال اللي قال جلالة الملك في خطاب الأخير ديال المسيرة الخضراء، كانت هناك استغلال للمنظمة من قبل بعض مسؤوليها للزج بها في قضايا لا علاقة لها بإفريقيا، وكانت بحال كيعتبروها بحال واحد الملحقة لملحقة دبلوماسية تابعة تخدم أجندات دول معينة. فاليوم هاد الأجهزة الجديدة كتبعدنا على هاد الواقع، وكتمشي في الاتجاه الصحيح. المملكة المغربية باقي عندها الطموح باش أنها تأخذ أحد المراكز المفوضين في هاد الباقين 2 فيما فيهم واحد لشمال إفريقيا، 2 اللي بقاو هما واحد حول الصحة والشؤون الاجتماعية، والثاني حول التربية والبحث العلمي. هاد 2 المناصب غيكونوا ما بين شمال إفريقيا وما بين غرب إفريقيا، وبالتالي شمال إفريقيا ضروري غيكون عندها واحد من المفوضين، والمغرب أكيد بأنه غيطرح ترشيحاته، غادي يعمل على أنه يكون في الفريق هاد المفوضين المقبل للاتحاد الإفريقي. فبالتالي هذه هي الخلاصات الأساسية ديال هاد القمة، للمغرب مرتاح لنتائجها، سواء فيما يتعلق بقضيته الأولى، سواء فيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي، أو سواء فيما يتعلق بما تقوم به الدول الإفريقية لمواجهة جائحة كورونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.